في ظروف غامضة ترحل الفنانة السورية مايس كاف إثر إصابتها بنوبة قلبية خلال إقامتها في فرنسا. مايس كاف فنانة عرفت بمعارضتها للنظام السوري، اعتقلتها السلطات السورية عدة مرات منذ عام 2005 وحتى 2012. في عام 2013 انتقلت إلى فرنسا رغم تمنيها الموت في بلادها. حلمي عيش ببلد عنده أمل. اكتسبت شهرتها من الأعمال التي تظهر فيها امرأة ثورية، أبرزها مسلسل خان الحرير والفيلم القصير سراب وأعمال أخرى جسدت فيها واقع اللجوء السوري المأساوي. إنها سوريا العظيمة وستبقى. رحيلها المفاجئ تسبب في صدمة لكل محبيها داخل الوسط وخارجه.